السلام عليكم إخواني أعزائي المواليع، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك في حلقة جديدة من برنامجكم مسار مولوع. إخواني الأعزاء، مسار مولوع فهو برنامج كما كتعرفوا يستضيف المواليع باش يعودوا القصص ديالهم مع تربية الطيور. إخواني الأعزاء، في هذه الحلقة استضفت مولوع عزيز علي اسمه سفيان الزكزوتي. سفيان الزكزوتي في هذه الحلقة الجديدة إن شاء الله غادي يعود لنا كيف تولع بالطيور وكيف بدأ تربية الطيور، وكذلك يعود لنا القصة ديالو مع الطيور والطرائف ديالو مع الطيور وما هو الاختصاص اللي خدا في هذه تربية الطيور. فتفضلوا معي إخواني الأعزاء لنستمع لقصة سفيان الزكزوتي. مشكورين. السلام عليكم خويا سفيان. مرحبا سي علي، بارك الله فيك. خويا سفيان، معك قناة علي تي في ماروك اللي متخصصة في بعض واحد البرنامج سميتو مسار مولوع وفي بعض الدروس ديال الكوبية، ولكن اليوم انت معايا في لاميسيون ديال مسار مولوع اللي كتعطي واحد قصة ولا واحد تاريخ ديال واحد المولوع اللي يعني كيفاش تولع مع الطيور، كيفاش بدا مع الطيور المسار ديالو وكيف المهم شفتي بعض اللقاءات بعد سميتو ادي الساعه. مرحبا. دونك انا سميتي سفيان الزكزوتي. نعم. ناتيف من اليوسفية. نعم. يوسفية بحق تزدت وكبرت الله يخليك. اليوسفية. نعم. دوريجين مراكشي، من كاتخيام جينيراسيون في مراكش، يعني مون اريير اريير مون بير. الاصل ديالنا من تافيلة تزكزوت. تبارك الله. جو سوي ا كازابلانكا دوبي 93. دونك لونفونس ديالي دوزتو في يوسفية، تما خديت الباك ديالي ومن بعد تحولت مشيت لمراكش بور لافاك، عاد جيت لكازا باش قريت هنا. دونك خدمت في الخطوط الملكية المغربية شي 23 سنة، دزت من فلايت انجي ميكانيسيان افيون، عاد دزت الكوميرسيال دزت بامال دو سيرفيس. في الاخر كنت مون اونسيان بوست ماروك، كنت ديريكتور دي لاجونس ا كازا، ابخي مشيت ريبريزونتون ا ليترونجي توجور في الطيران. داكشي علاش تولى لاعبين الطيران والفريقات، هادشي اللي عطا الله. كيفاش سفيان؟ واكتويلمون راه عندي اون اجونس دو فواياج. الله يسخر. سميتها جالاكسي فواياج صافي واحد 7 ans. الله يسخر اخويا. دابا كيفاش سفيان اللي هو ميكانيسيان دافيون، كيفاش تولع من الصفر؟ او بين قوسين كيف كنقولوا حنا بالدارجه، كيفاش تبلى؟ واش عندك الوالد، عائله، اخوال، عمام، اصدقاء؟ الحقيقه البليه ديالي انا كانت تري سبونطان. كنت صغير، طبيعه، كنا عايشين في ديور فيهم لي جاردان وداك الشيء، كنا عندي علاقه مع الطبيعه، كنت تيزول الطبيعه، الفراخ حداك تيخفوت. انا كان عندي ذاك الحب من الصفر كوم سا، ما نقدرش نقول لك واش بلاني شي حد، لا فيريتي ما خرجتي لقيتي الطبيعه. انا في الطبيعه دونك اوتوماتيكمون انا سا اتيغي مون اتونسيون، الفريخات وداك الشيء سا اتيغي مون اتونسيون، وبديت بديت نصيد بحالي بحال الاولين بالطبيقه، وندير الخيط وفي ذاك الصعد القادم باش نصيب واحد الجاج، وندير الفخته وندير فيه القميحه بحال هكا، وشوف الجباد وخصك تقلب على الجلد وتقلب على الكارج، بزاف الجبد ذاك الجلد اللي ما تيتجبدش وكذا، وتقاد داك اللسان كنا زعما تما كانت شي بلغه ديال الحاج الله يسمح لينا منو دارت عاود ندير بها اللسان. هذا الشيء ديال الصغر سا كومونسي كوم سا، ولكن اللي امبورتون سي كو لي بارون ما كانوش كونتر، زعما ما كانش عندهم مشكل، ما كانش الحمد لله الله يطولنا عمرهم، كانوا مساعديننا في الاولاد. بعدا غير ابروبو البديل الاولى ديالي مع الصيله، مع مقرن الوالده شرات لي قفز الاج دو 7 طون ولا 8 طون، قفز فيه جوج ديال المقارن. علاش شفتو كادو؟ كندير لا كندير شي كادو، ولكن انا كنت درت شي بيتيز ذاك النهار وكانت العصب ديالها قالت لي اجي انت درتي ودرتي ودرتي وانا شاري لك كادو. ومشيت لقيت الفراغ جيت نبوس ماما تنشكر فيها كذا، شي في الصغر بقاو عندك جوج طويرات شحال حتى مات لي واحد فيهم. نعم. ذاك اللي كان واحد اللي كان باقي كان الوالد تيغطيه باقي نعقل في الصغر باش يسكت، كان تيهضر بالليل وبالنهار، ونهار مات راه درنا ليه الكنازه ودرنا ليه كنكس البيض، والله يرحم واحد خالتي زكيه هزينو خارجين به حتى دفناه، حفرنا ليه ودفناه. واخا وهاديك دابا الصيده اللي بديت كتصيد حتى في الدار ولا حدا هذاك مع صحابك وداك الشيء، كانوا الطيور تبارك الله موجودين؟ ما
يعني كانت عندك درايه ديك الساعه واخا انت صغير كتشوف انواع في الاجسام ديال الطيور. واخا انا غادي هاد لابخوش امبورطون، انا قلت لك السعالي الاولى بالزوينه الا كنتي مولع من 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 ا بي سي يعني بادي من التحت دونك سكيما خليها 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 دابا انت وليدي تلعبها وراه يعضك. لا ما تخاف سيدي اجي سير عندو سير اجي كمل السي سفيان. قلت لك في الصغر كنا تنكتشفوا الطير لان حنا ما كانش عندنا ريفيرونسيال. اش اش الريفيرونسيال تاعنا لو لونغاج كنجيبوه عند الناس. كان لونغاج ديال حتى تشوف كاماتشو شكون قال لك هذاك راه سميتو كاماتشو راه ما قريتيش. سمعتي مع الناس سمع من الناس كان هو في اليوسفيه كان واحد اللي عنده حانوت. كان عنده حانوت كان شويه تنعرفوا منه شي حويجات كنت تيجيو لي زانفورماسيون مع بعض الاصدقاء اللي تيصيدوا تصيدوا كاماتشو السمريس العصفور ديك الساعه اكتشافات باش تعرف تذكر من توا كيفاش دوك لي بتي تكنيك الناس واحد عاد حوايج اخرين عاوتاني مثلا جو مرابيل اول مره شفت لوطروك لوطروك هو لوطواط لوطواط لوطروك هو اول مره غنشوفو دخل عند غندخل دخل اليوسفيه ما كانش باغ اكزومبل باش نشوفو اول مره اليوسفيه اليوسفيه الطبيعه عندكم اصاحبي تنقول لك انا بالنسبه لك انت انا راني شكاني تنصيد وكل نهار عندي مسرح الشبكه عندي الشبكه مبنيه على طول العام داكو دونك كل نهار تكتشف شي حاجه نهار دخل البيو هذاك الطير اشنا هو بالنسبه لي كنخلي عمر لنا السيبريات في اليوسفيه ولينا تنمشيو نصيدو تنجدب 20 30 اييه دونك هادشي كله سي ليكسبيريونس ديال ما قلتش لك اياه على البيو واخا سير قلت لك هنا يعني هذا اكتشاف ثاني ان هناك طيور كتجي عندك نهار صيدت البوح في الشبكه وما عرفتوش وهزيتو ديتو لهذاك مول الحانوت قلت ليه شنو هو هذا قال لي هذا راه البوح داكور فهمتيني دونك هادو هما هذا هما كانوا شويه تخيلوا كنا تنستافدوا معاهم هادو هما الحويجات اللي الاستفاده ديما كتجي من الشيوخ من الناس الكبار وداك الشيء وعاد الحمد لله نصيدو تنبداو نفهمو ومن بعد من بعد اللي كتصيد كتصيد بكثه ماشي تنصيد بكثه عندنا الجرده فيها الشبكه مبنيه على طول العام تبدا ترشاو تعاود تخيطها من شي بلاصه تجي تلقاها تقبات ولا تعاود ديرها من شي بلاصه ولا جيتي عندك تم عادش ياسر عندي معاه وخلينا وخلينا نخدمو واخا سي سوفيان دونك هادي من هاد الناحيه هادي بقيتي انت كتصيد حدا الدار ما كتفوتش الدار ما 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 زعمتيش وليتي حتى لا لا زعمنا على ديك الساعه الصغر كنا تنغامرو شي شويه لان بدا دابا واحد جوج غابات ولا ثلاثه بدا الغابه كنسرح فيها دائما باش نتصنت الفريخات نشوف وقيت وقيت فاش الهياجه وكيفاش الفراخ تيكونوا غادي جوج شويه تيكون الفروكا شويه تنسمع ستي بابا شويه كنا تنتصنتوا على داكشي غادي مع البال علاش غادي مع البال؟ حيت سي ليفوليسيون خصك تعرف اش طاري سي ليفوليسيون الطير كيفاش كيفاش وداكشي من بعد فهمنا شنو هو قالت له اختك تفسر لك الكومبورتمون ديال المقنين كيفاش الكومبورتمون ديال الخاماتشو الكومبورتمون كيفاش لان كان عندنا في الشجره حدانا دونك وخرجنا نصيدو خرجنا شويه على برا خرجنا مثلا كنا نخرجوا واحد سميتها سيدي حماد كنا على سميتها لا غوسيت سات كانت كنت نخرج على سيدي بحال قلت نضرب واحد 15 كيلومتر على رجليك باش نمشي تصيد وهذاك تما كان المركز زوين لان كان الفوسفات تيحفر كانوا تيحفروا الغيران وداك الشيء اخليه سميتو سميتو تيدي تيدي خش تيدي خش باغي خش بس دابا قال لومبيونس قلت لك دونك ملي كنا تنمشيو نصيدو تما وتنبعدو وداك الشيء باش نمشيو علاش علاش مشيتي كاع انت مع سيدي حمد قلتي ليا ولا الغابه وانت كلشي حداك اصاحبي ديك الساعه كان شي فراخ تنقول هذا المرقد راه فراخ تيعيشو ديالو بعض المرات كاين عاوتاني فريخات فشي مرقد تيهم الكلام كان تيعجبنا كلامهم تيعجبنا الكومبورتمون ديالهم ولكن ما كانش عندنا الباك جراوند ديال دابا كنمشيو واحد الغابه سميتها غابه العروك كانت فوق في طريق اليوسفيه واسف تنمشيو ليها تنضربوا الطريق في الصغر تي دونجو وداك الشيء لاج شكون كانوا ما الوالدين ديالك هانيه هانيه ولكن كون كان عارفني تنمشي لديك الساعه لاج دو 13 14 اون كون شافني تكون عارفني تكون راه علقني ما عرفتش حتى ديك الغابه كان درت شي حاجه سوا كود دابا انت عرفتي عرفت ليه ديما تنعرف ليه من الامور ديال زابي سالان حقا لي باغون الله يجازيهم بخير ما عمرهم كانوا تي واخا ما كانوش تيسيرو شي اصدقاء اللي كيبقاو يمشيو معاك كان معايا واحد اللي فتحي رشيد تنبلغ ليه التحيه راه جديده دابا من خدام في شرف الصفار هنا وكان واحد خالو الله يرحمه سميتو قاعد حتى هو اللي كان شويه مجهد فينا هادو هما بحق اللي تولع معاهم بزاف
ملي مشيتي داكور ملي مشيتي شديتي الطيور ديال ديك الغابه ولا داك الماكد اللي هضرتي ليه لا قولي لي لقيتي الفرق كان الفرق كان علاش انا كنقلب كان الفرق ديك الساعه في الاداء تشوف الطير بواحد الطريقه وتلقاه بطريقه اخرى تسمع كلام بواحد الطريقه وهذا فيه تعدد بواحد الطريقه وهذا فيه تعدد بواحد الطريقه كنا داكشي تنعرفوه ولكن افيك لو لونغاج ديال لو طون ما كانش عندنا هذا الشيء ديال دابا ولكن كان الفرق كنا تنقولوا الطير ديال لاكولي اللي صيدتيه انت هو المعلم كان تخيل في السر وفيهم الكلام داكور المهم دابا ولا سفيان عنده واحد انتباه للتغريد ياك اخلاق عند واحد انتباه للتغريد دابا سفيان شي طير اللي ذاك الوقت تا انتباه ديالك مزيان عجبك كان حق طير ولا جوج كان واحد جارنا بيضاوي طون خدام في لو سي بي وكان عنده سميتو هذا السيد الله يسمح لك لا كان عنده ديجا واحد المحل كان عنده واحد الكراج عامر ديال الباردون الطون ديال اللي كان عليه ديال الفراق وداكشي وكان تيشوف لي باسيوني هو يعطيني واحد المقنين وكان عندنا درس لي واحد الجناح كتسمع شي طير ميسلا اخر بالاخر والله حشومه عليك اصاحبي ما تنبعدهم شويه باش يلاه باقيين يلاه تيتبتل خازن عليا العسل وكتقول لي الله يهديك زيد واخا زيد دونك قلت لك هذاك عطاني طير وداك الطول دخل وخرج من بلاد ولا مالك علاش حنا مالك حنا تخرجوا في الصيده وتيتعاطخش لك مع الفراخ طير كيما كان تيقول لي نزل عندي ولا شوف اش لا سير في حال ما تيتعاطخش على كل طير تيصيد تتصيد فوقيت ليها جاي يقدر نزل ليه توتو مي نتو ديال الطير نزل حتى تيخليه دوك فراخ هما اللي كانوا تيعجبونا حنا كان الطير تيكون مجبع وصيار ماشي كاع الطيور كانوا فهاد هذا الطير هذا دونك كان عندي واحد الطوار اخر تو كنت صيدتو واحد المره في الحريقه اييه صيدتو في الحريقه غير في الجرده بات واحد تخرج الجرده ويتبان لي واحد الحريقه نايضه فيها سطينه وانا نمشي وانا نجبد الشبكه قليله من تما وانا نضرب ديال الطيور واحد الطير من هادو ما كاينش كارو تويتر هذاك صافي عول على الحبس هذاك كارو تويتر صافي تطلق الطير تقول عندك ديك الساعه حنا الطير باش يهضر تصبر عليه بقيت الحريقه الى صوبالي في الطوير ما سميتو راك انت وديجا واجد دونك ملي نهضر مالاكي ياك وبقى عندي هذاك الطير سنين بارك الله وهذاك بوعكيكا بقى عندي حتى في الاخر هديتو كادر شي سبع سنين ولا ثلاثه هديتو كادر اختي مريم وراجلها عطيتو لهم كانوا ساكنين في المامونيه في واحد مراكش عطيتو لهم بقى عندهم سنين المرحله الثانيه ديالك بقيتي مكمل حتى لاج ديال لا جونيس في يوسفيا ولا حماقه الولاعة كانت يعني طول الطوم بحال هكا الصيد تفيق مع 5 6 الصباح 4 الصباح تنزل الشبكة وخارج تمشي مرقد تصيد داير مع الدري صاحبك ولا تمشي تصيدوا في شي بلاصة هذاك هي النشاط عندنا هنا وتصيد وترجع خصك ترجع قبل 12 قبل ما يجي باك تقول امور واخا كان له ريسبي صافي وعندك تجي تلقاهم في قفوزة وترد دابا اللي غيعيش وراه ديال ربي يعيشوا لي ما يموتوش ليا كان لي موان دبر الزوان صافي ما كانش شي حاجة أخرى القلبة ديال يعني مشيتي لمراكش دابا القلبه اللي هادشي كله طفوله اللي عاودتي لي كله طفوله كنقول لك غير يعني لابرونتيساج ديال انواع الفراخ وكذا كذا دوزناه في يوسفيه من بعد كنت تنمشيو حنا بحكم لي بارون مراكشيين داكشي تنمشيو شاك عطله شاك زعما ويكاند كامل ويكاند راه عندك 45 ولا 1 اور كاع ديال الطريق تمشيو تجي كنا تنمشيو دائما الويكاند عند البارون كنا واحد العاده هو اللي تيمشي عند في عيد داكشي تمشي عند خواتاتو وعماماتي اللي الله يطول عمرهم اللي مات الله يرحمه تيمشي يطلع عليهم العواشر لا فامي دائما هذاك لو ريتور كان تيعجبني حتى تمشي عند واحد السيد من لا فامي كان راجل عمتي اللي سميتو عبد اللطيف هيله في المدينه عبد اللطيف هيله باقي عايش باقي عايش الله يطول لي عمره مشيت تلقى عنده مقنين اخر لقيتي مولوع لقيت مولوع انت هذا ايقاع اخر ديك الساعه حنا كنا مع الخلويه وكذا ودوك الريوز ديال الكلام وداك الشيء تمشي تلقى طاير مستف كيفاش مستف؟ الكلام ديالو دابا كدوي معايا حتى في مراكش كيفاش مستف؟ مستف هي شوف بحال حطيتي شي حدا شي مقاد تسمع الطير تيضرب لك الطلوقات مقادين والكلام زوين ما تيضربش يعني بغيت تقول لي دابا ابيلو الجواب ديالو كيستيون ريبونس شتي تف هذاك لو طون ما تعرفش تقدرش نعطيك حتى لو ريفيرونسيال تبدل ما عرفتش ولكن بان لك انت بانت لك النغمه كاين النغمه واش دابا انت كنتي عطاوك شي موسيقى درات في ودك بحال عطاوك شي موسيقى ديال موزار ولا ديال جو سي با ولا ام كلثوم ولا كذا سخات كلها سي انا نعطيك غير ان اكزومبل انا الطير تنتسنط ليه ديز الوالد ما تيعرفش الكلام تنعرفو حنا الطير ضرب حصور قال لي اه هذه خايبه دونك سي الحاجه اللي تضرب في الودن اه تضرب في الودن ما تدوش داكور دونك مشيت لقيت عنده تبارك الله واحد الطير
و ميم طون كدير حتى شويه ديال الفاج فوق كتعطي جوج مقاد مساته وداكشي بالك فيه بالك فيه داك الطيبه اللي فيه كتعجبني شي واحد عنده وخرجت معاه واحد جوج مرات صيدنا في شي واحد سميتها الوداد نقول لها طريق الوداد مراكش واقيلا يا ما كنكذب هاد الوداد كيقولوا كيقولوا نسبه الوداد لا انا كنت نظن الله اعلم ولكن الاراء تختلف هذيك سميتها الوداد مراكش كاين تما هذيك الوداد واحد الجنان على اليمين وعلى اليسار غير الرمان والزيتون عماطيور ديال بصح ماشي الولوال والبوح و والحسنيه والوطواط والوطواط انا راه سيمفونيه سيمفونيه انا نعست نعست ديال الموسيقى ماني ماني سيمفونيه سيمفونيه هذاك الطير اللي غيكون عايش في هذاك المير هذاك 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 البرك تما كي غيطلع راه غادي يطلع تبارك الله ما دارش كاينه صيدنا تما وخرجت واحد المره مع واحد البلاصه جيت طريق الغابه تيقول لها طريق الغابه وتولى هنا مع الحقاصه يعني هو اللي الصور ديال مشينا للصور واحد المره مع واحد ولد واحد الكوزان تاع هو زكزوتي في جدال العافيه مشينا انا وسيدنا وراء فوق دال وراء السور ديال بدال كنا تولعت معاهم شويه خرجت معاهم ولكن كان الكلام حيت مراكش فين ما مشيتي في السوق تلقى الممالي معلقين مقان فين ما مشيتي عند العطاره فين ما مشيتي تلقى فين ما مشيتي فين ما دخلتي في لافامي شتي لافامي تدخل عنده الرياض تلقى عنده شي مقنين ولا جوج دونك ديكلونشمون ديالك في الكلام في الكلام دوزيام ديكلونشمون هذا لو دوزيام ديكلونش لو بروميي كان واحد خينا كان جاب واحد ميستو اليوسفي تسنطلي قاد عجبني وكان شكون هذا خينا بيضاوي اصلا ان جون لا لا ان جون جابوه من كازا ماشي بيضاوي هو الدوزيام هو هاد لا توش ديال هيلا برابور الودانيه دونك هذاك لو شونجمون ديال لو شون ديال لا غانكس كيفاش تشوف ايقاع اخر في الكلام وداك الشيء وديك الساعه هو عنده متورخ الكلام لان كان مع الممالي الكبار ديال مراكش ديك الساعه تنقول لك في 90 بوتيت ولا 90 ولا نقول 90 تقريبا ديك الساعه عجبني الكلام وقال لي غنجيب لك وعطاني سيدي وكتب لي كلام المامونيه كلام غابه كلام تنسيفت عرفتي ديك الساعه هذاك السيد راه جلافي كولي كوبيتو في واحد ديسك دور باقي عندي عرفتي شحال كنت كتشري السيدي فيرج ديك الساعه هذيك الساعه شي 200 درهم السيدي فيرج ولا 150 درهم باقي ساوي عرفتي راه انا راه كادو جايب ليا ولا كافيتي ومشي هز الكلمه وعطاني عطاني مع داك السيد عطاني واحد الطير كوبلو ديك الساعه تندير شويه المساته عطاني واحد الطير قديد هكا كوبلو خدمته غير نزلت واحد غير غرض ما تيهضر ما تيتكلم طير وملاكي ما طير ما تيهضر ما تيتكلم خدام خدام واخا بالنسبه لهذاك ديكلونشمون ديال التغريد ولا جبدك اذا هاد الودانيه في مراكش بما جبتي الودانيه ديال مراكش اللي كيقولوا الودانيه في مراكش بالنسبه لك واش كاين اختلاف بين الودانيه ديال مراكش مكناس فاس كازا يعني حيت هادشي كنسمعوا دابا سؤال في الحقيقه انا بالباك جراوند ديال هادشي دابا كنهضر على دابا ولاو الودانيه ديالو هي مراكشيين عندهم واحد الودانيه اللي هي المراكد اللي هي المراكد ومتورخينها متورخينها وكالكاوا في الطيور عندهم واحد الطريقه ديالهم باش مشادينها داكور المكناسين عندهم واحد الودانيه اخرى ديالهم تايا بطريقه اخرى فيها كلام حلول وكذا تقول لها هما البلديه تقول لها البلديه فيها واحد الكلام بيضاوا عندهم واحد الودانيه كوم جي فو عندهم واحد الودانيه اللي شويه دخل عليها شويه ديال الصناع انا الراي ديالها قلت له ريسبكت لا لا حنا كنهضروا شوف كنهضروا دابا لا لا داكشي كلشي ساعه فينو حنت عاود دخلتي في الودانيه الباب داكشي ديال التحكيم واخا انا جو با كونيسور كيفاش كل التهريسه ديالو هذاك عندهم الباج باطيات عندهم الباتيات الاخرى عندهم طرط شي اخر ما عندوش كذا وهذا الشيء كله هذاك عندهم سيدي دو طاي تكنيك هذوك دايز عندهم العصفوريه والسمريسيه الاخرين ما دايزش عندهم فهمتي ولاو كيفاش تقاد يدير ولكن انا فهم الولاعه كلها ولاعه كلها ولاعه ولكن كنتي التوثيق يعني هاد القضيه اللي قلتي لي موثقه ويعني بالنسبه لمراكش الشيوخ ديال القدام كاين شيوخ اللي باقيين شادين هاد القضيه هادي ولا انا غير نعطيك غير تبارك الله تيت دولي اللي تهضر عليه السير الجوباريه الجوباريه تبارك الله عليه انا كرأي شخصي ديالي الى شونجي المايند سيت ديال الولاعه ونيفو المغرب بالنسبه للودانيه نهار بدا تيكومونيكي غراس هاد لي ريزو سوسيو وداكشي راه تبارك الله تاثروا به بزاف الناس في المغرب وعلى برات المغرب لا معروف انت اذا الى بارطاجي فيديوهات الى بارطاجي طيور الى هضر على الناس وخاطر السبوله الثقيله فهمتي خاطر يبارطاجي ماشي بالانا
تي بارطاجي بالطير وبالناس بالناس انتي لان تبارك الله دابا انت شاد ديرك تترخ شي حوايج جيتي عند المباراه تترخ بحال الله يرحم علي الشفشاوي تكون ما تورختيش غير نشوفو ترحموا عليه راه هادشي صح خاصو يتورخو طلب زعما الناس اللي اكفاء هذا هو هذا هو الهدف ديالي هو الارشيف وانت دخلتي دابا في الارشيف دابا هضرنا على المدنيه كلشي ولكن انا كنسمع عندك دابا هنايا ملاقا اذا ملاقا بغيت نعرف اقبال من ملاقا السهالي اييه من جيت لكازا بلانكا دونك ديما انت عندك سبحان الله العظيم شونجمون ان شونجمون شونجمون ديال الدنيا حتى هادشي خصك تقلب على الماني تعاود تولع ملي جيتي لكازا اوكا مثلا ملي كنت في يوسفيا سيت اون بوتيت فيل وعندنا اون سواف ديال لافورماسيون ما فاهمينش ما عارفينش ما عندناش اللي يعطينا لافورماسيون ملي دخلتي لكازا ملي جيت لكازا تولعت مع شي شي بحثتي بحال الغولاسيوني بقيت تعرف مع الدراري في المدينه القديمه بحال ديك الساعه بوشعيب الله يذكره بخير الله يرحمه عطا سمعتو وكان واحد الدري واحد الدري سميتو سميتو تنقول عبد الرزاق كان في المدينه القديمه تاهو كان عندو يمكن الرموكات وكان واحد الدور واحد الراجل مهور وكانوا شي وليدات في المدينه القديمه تنطولو معاهم واحد الخينا عندو واحد السمر كان تيدير الحوت تاهو داكشي تنطولو معاهم و غراس ا دي زامي كانوا عندي في بورغون داكشي هما اللي خدموني تنمشيو نتولعو نتسنطو من السبتاويه شكون لي زامي د بورغون ما تعرفوش كاع عندهم دازو في الولاعه ما عندهمش كاع شريو واحد الدريو دبلو ولا ما تعرفوش نهائيا مشاو في لا في ديالهم كوتيديان لي زون با دونك بديت نتسنطو معاهم السبتاويه تبدا السبتاويه الطير ما كان يراك بالك على مساعده هكذا الطير خصو دابا 10 طلقات عادي في اليمين راه هو الطير الواعر ديك الساعه تي ابخون ابخون مع الناس لا طير غير جوج طلقات تي فيني قصير لا هذا ما طويل نقول معاه تمشي قصو تعجب الحال وديك الساعه انا في هذاك لاج من جيت لكازا بديت ندير لي الباج دونك انا ولدت الي مونتون بالمساعده هذا زاد عليه المساعده وداك الشيء و ابخي الوان دو سا تعرفت بيان سور شنو هو لي ريتم اللي خدمتي ديما خديتي سبتاس درت السبتاوي حفظتو درت المسكيني درت السيمفونيه واحد الوقت حتى هي خرجوا لك الطيور درنا طويرات هو تي كانوا طويرات اللي نقدروا نقولوا 99% فيني وكانوا طويرات اللي حتى زين ما خطاتو الاولى طويرات زوينين تبرعنا وصلت لك عندك واحد العلاقه مع الطير زوينه وكذا وكذا اللي مشى مشى واللي مات مات واللي عطيناه وهذا الريتم اللي سمعت عندك دابا ملاقا دابا لا بعد جدا حتى هو في ذاك الوقت مازال ديك الساعه ملاقا ما تطرق ليا ديك الساعه علاش ما كتطرقش ليك؟ كانت تجيني ريبيتيتيف تجيني معاوده درت شي تجيني معاوده ما كانش ولكن حنت تضرب عليك شي مقنين وحنت تسمعها في الايقاع تمقنون تيبدا يقطع عليك فيها ويستف ليك ويلعب ليك الوقت محلولين كتعاود تاني تقول واه ياك وشكون هما الناس اللي انت صديق ديال روبيو وانا دابا ما كنا كنا تنهضروا في الكلام في سبته كنا في سبته سبته تولات مع الروبيو تولات مع المسكيني والروبيو تبارك الله اللي كان عنده الكلام زوين وتيعرف تيعرف يقطع الكلام وتيعرف يفاصوني الكلام وتيعرف وعندو لو تبارك الله روبيو تبارك الله سلموا عليه سافرنا اونسومبل صيدنا اونسومبل بدنا وصلنا زعما صاحبنا حتى هو كان معلول هذا خير الحمد لله دابا تبارك الله تزوج الولاد الله يسهل والملاقا ملاقا فين وصلتي امتى بديتي ها امتى جلباتك عاوتاني انا غير بحال اللي قلتي الموجه الموجه تابع الموجه الموجه تابع الموجه داكشي تيطور سي ديزيكسبير خاصك تبع الحالات قلالي باقي المسكيني ولا بوحال كاع بقى ما بقاش ماشي حد الموجه الا تاثر عليك دونك انا منين وليت نتولع الملاقا وهي اصل ديال الحرف بان اصلها وداني وداني قد واحد الطريقه سوفيستيك وعطات ايقاعات وكذا وكذا جربنا حتى هي وخرجنا في الفريق سورتو بدات تجي مالك هي كانت شي مقنين عنده ايقاع زوين تيهضر مزيان ولكن باقا الودانيه في دماغك باقي تحفظ انا مازال عندي الوداني وعندي ملاقا كاع كلشي عندي الحمد لله شكون من الناس اللي تاول لك انتباه ديالك في ملاقا انا ملاقا اللي عرفتي اصلا اللي تعرفتي عليهم تنعرف بزاف الدراري ما تنعرفش سميتي واحد وليد اللي نسينا الله يسمح لينا وليد الحي الحسني تيعجبني راه فنان ميوزيسيان رشيد تيعجبني تنتبعو مره مره رشيد تبارك الله عليه الحمدوني ولا الحدومي الحدومي تبارك الله عليه خاتم تيوعدو كلام زوين وحنا تيبغي تيصيفط له تيدير دي بتي كوم في ملاقا تيفسرو بواحد الطريقه خفيفه ظريفه وبيان سور سي امين جنان انا جنان سي سيونتيفيك لي سبخي وعندو لاناليز براغماتيك وداكشي عندهم فنان وزوين
او زعما لي هاد اجي تدي اجي كيخاف منه هو كي زعما لي لا لا هو دابا زعما لك هاد الباسكو دري اجي كمل وشكون اخر حتى علي شفتوني كان صديق علي شفتوني كانت الاولاد عنده كانت عنده الاولاد عند الاولاد الله يرحمه مسكين فيها الاولاد فيها فيها لو خير كان خيفور كنت عامل في شكل مع الطيور صافي كان العلاقه ديالو مع الطير تلقى الطير رجع انت يحفظ الطير يكون فيه شي عيب ماشي مشكل عنده علاقه زوينه مع الطير ما عندوش مشكل هذاك علي طريقته الله يحفظه هذا كان مولوع وكان خرج دويرات وكان عنده واحد الحب تاع هو ديال الولاعه وكان تا هو ايتو شاتو ما سان ديفونش با يدير سبدا يدير خلويه يدير ما سان ديفونش هذاك هو الفوليير لامور بخوب الفوليير تاع الفرا هذاك هو لامور بخوب لوازو لا غولاسيون انتر لينا والطير هذاك الشيء كانت زوينه دونك هنا انت درتي تاتوشي كل حاجه خديتي منها شويه وزنا الوداني وزنا الجوجه والمرشه بالنسبه لك اخويا سفيان التاثير شنو هو التاثير ديال لا تكنولوجي الولاعه واش سلبي ولا ايجابي دابا نعطيك غير اكزومبل داخل اليوتيوب ما كان عندنا والو ما عندناش فين نجيبوا هذا الصور دابا لا تكنولوجي تبارك الله قربت لنا كل شيء ولا كلشي حداك لافورماسيون حداك لي فوروم حداك المدارس حداك المالي تلقاهم بغيت الماكله تلقاها لي فيتامين كلشي دابا ولا ساهل راه التكنولوجيا راه الى فاسيليتي لا طاش راه عاونت الناس بزاف باش يقدروا يتولعوا ويكسليو في الولاعه ديالنا زعما ولا كلشي فاسيل ونظرك انت في نظرك هاد المدارس اللي ولاو ليها حيت هضرتي على المدارس كتسمع واحد المجموعه من المدارس مثلا مازاغان كتسمع انه كاين واحد البرنامج سميتو بولية تسميتو فائدة من ذهب كاين رشيد الحتومي كاين مراد يعني الناس هاد الناس كلهم تيخدموا على الولاعة وهادشي مزيان مزيان الهدف ديالي بخوخ كل واحد عنده الطريقة ديالو كل واحد عنده كذا وهادشي باش يعجبوني انا كل واحد جاب اون فالور اجوتي غراس على التكنولوجيا وهذوك لي فالور اجوتي فو با لي استيمي الانسان هو البوزوان ديالو انا عندي اون كارونس مثلا في الكوبيه في الحساب وبغيت نفهم كذا تمشي تسول تاع الدرس ولا كذا ولكن لا مانيير تختلف حيت لا كومينيكاسيون بوحدها راه سي اون سيونس اي صح يعني شنو اللي كومينيكي يعني ولات علمي اصلي من كلشي علمي دابا لا كومينيكاسيون سيونس ماركتينغ سيونس تكنولوجي سيونس لا فيديو سيونس حتى لو راه خاصها تولي حتى هي سيونس خاص الناس حتى يبغوا يديروا يبغوا يترونسميتيو لو ميساج يترونسميتيو لو ميساج بيون مانيير باش تقدر عندي فو اتيغي لاتونسيون دي جون بور كو لو ميساج باس دونك غادي نرجعوا الاهم هو ان سميتو سفيان رجع للفاش شويه رجعتي لي الفاز ما درت لان حبستي هنا في هذه القضيه ديال الكلام عاوتاني درت واحد شونجمون انك رجعتي لي الفاز ومشيتي دخلتي لا كان لو كاناري دابا الكاناري انت درتو بغيت فاش جيت هنا ودرت الباتري ديال الباج خدام خدام في لي كاناري من بعد عييت انا صعيب جات واحد الوقيته واحد لابتيت فاز كان عندي بلوس دو طون واحد البوست اللي كان تيعطيني الحق عندي بحال عندي جي ترافاي 24 وجا ماغي 48 سا ما بيرمي باش عاوتاني درت واحد الفوليير فوق ودرت الفريخات ودرت لي طلقتو ودرت لي زاكوبلومون ودرت المقنين ديك الساعه تدريني في المقنين عاوتاني وقفت مشيت لافريك جو بوفي با ممكنش ليا حتى تسافر تمشي لي ميسيون تجي تلقى الفراخ مات ولا تلقى كذا ما تلقاش العنايه دونك سي با بوسيبل هنا بانت واحد السيده كتجيك نتايا فهاد اللحظه هاد اللحظه بالضبط هذه اخت مريم مريم اختي تبارك الله تعرفت اكثر منك بيان سور انا جو باس ديغيغ الكوليس لا اختي تبارك الله عليها الوقيته فاش غنمشي لافريك وانا كانت هي باديه ديجا عندها لو حيت كان لونفيرونمون فاميليال ديالنا كله فيه ولاعة دونك انا كان عندي شي فريخات لي زيبارطاجي معاها هي تبارك الله الى فيديو غولاسيون دخلت في دي كلوب دخلت في سمعت بيها انا في الجمعيات مشات في لي كاناري الاولى ولا كاناري الاولى مزيان ولات غادي في الدواء في ميديكامون عندها ان تخي بون ريزو تحضر في لي تورنوا كوم فرام تمشي من مراكش القنيطره ما عرفتش تمشي تبارك الله عليها وحتى هي بقات غادي مالو لا حتى مع لي الفاج حتى لواحد الوقيته حتى هي ياس دون افي بارلي قلت لها اختي اتونسيون راه بقات عليا لان لي الفاج المشكل ديالو الا كنتي نتايا مولوع باش تولع لي الفاج خصك دير كريه ولا جوج
لا مع داك العشق اللي فيه داك الحب تبقى دير 3 4 10 هكا صافي كتولي تدخل شويه في تدخل في واحد لو ستريس صاحبي ستريس هذه ما وكلاتش هذه ما بغيتاش ستريس حتى سي خويا سفيان هادشي كامل هتقولوا لي وانا كنشوف لي الفاج ديالك الا بغيتي دابا نزلو نشوفو يلا مرحبا سي مرحبا خويا سفيان نعم سيدي دابا نزلنا لعندك نزلت كما كيقولوا المرقد قلت لنا لي فاج وكنشكرك بعدا دخلتينا للبلاصه ديالك اذا اخويا لي فاج اذا هذا هو لي فاج عندك دابا الفاج دابا هنا هاد لابارتي تندير فيها المساتا كاين تدير فيها داكشي تنديرو المساتا بوغ لا بروديكت بوغ بير بوغ لي ريتا باش نحفظ منهم شي حاجه بالنسبه للمي اللي يخدم عليه مجالا او جو بارطاج معاهم المساتا وصافي هادشي اللي كاين اذا هادشي اللي كاين هادي اكزرسيس راه زوين راه كاعطي اكزرسيس ريستو دونك دابا خويا سفيان هاد الكريات عندك بانوا لي ديجا بعض النتاوي واخا باقي ناعسين يعني تقدر تهضر ليا كيفاش وجدتي هادو ولا كيفاش كتبدا نتايا ولا ديما بادي في اي وقت لا هذا شنو طون اكسبيريونس كل واحد المعلم ساعتها خاصك توجد النتاوات ديالك والمقاعد ديالك خاصهم يكونوا واصلين تقريبا قد اون جينيرال الطير خاص يبان لك بانه راه واصل في الهياجه وحتى تنقل باش اللي يخدم لك والندوة تكون رطبة اون جينيرال الا كانت شي نتيوا رطبة وداكشي كيفاش رطبة؟ رطبة سبب ما تكونش قبيحة ما تصيرش مقنين اييه الا كان مقنين ما عندوش ديجا ليكسبيريونس مثلا باقي فريا ولا ما عندوش ليكسبيريونس مع تقدر تكون شي نتيوا واعرة تضربو وينفر ما بقاش يبغي يخدم مع ندوة تولي خايف انا خصك تحاول مثلا دابا فراخ الجداد تعطيهم نتيوات اللي فايت منهم خدامين مولفين مقنين اييه دونك تيولف تاويت الكاميرا تيولف تاويت الكاميرا ودابا انت هي طريقتك باش كتخدم بالاداء بالدواء كتخدم بالفيتامينات لا بزاف الاول شويه البريباراسيون شويه ديال الدواء شويه ديال البلونشيمون متى كتبدا انت يعني لا دات انا غير انا نورمالمون كيساليو الليالي التربيه كتبدا ولكن خاصك تشوف انت لا ريبونس ديال الفرق واش انا بديت واش الفرق بدا شوف الفرق واش بادي ولا موجود ولا ما كاملش ولا كيفاش كتعرف وجد تبان لك العلامات الصيعه لا طير تجاوب عند الدواء راه تيبان لك شي حاجه زايده دونك انت كتجي كتشد النتوى كتقول هذه اللوحه مع هذا لا في الميستو ماشي صعيبه لان كاين لك النتوى الا كانت رطبه ديال كان فايت منها خدامه هذيك مثلا سميتو تطلق لها واخا ممكن يكون فريا خويا العام يقدر يخدم ترونكيل فهمتي لان عنده بعض المرات تاتي الصباح بكري ولا كان هو الطير واصل في ذاك اللاج ديال كيتاكوبل معاه كيتاكوبل معاه فهمتي وكاين في لاكوبلومون ديال حتى هو عندهم واحد لاكوبلومون كاين مقنن اللي تيتجاوج تيتجاوج وكاين المقنن على الكوبلور افحل كي تيتجاوج صافي ديال تيتجاوج معاه تيبقى يهزو ليها وتواكل هو ليها ويعوم عليها يعني سلوى كاين وكاين الطير يقدر هو ينضر به غير تاتي تيأكوبليها هي خدمتو ولا تلقوا على الثاني ما كاينش مجهد هي خدمتو وانت دابا هادو سيدي دي اكوبلي ولا فيها انا اون جينيرال سي دي كوبلي دي كوبلي انا خاصك علاش لان تقدر تخدم بالمال دو فاميل تروا فاميل دونك تخدم مع حيت لكن عاوتاني مجوج كاين واحد لو ريسك تقدر تفرقوا مع الدو يتفقس يبقى فيه الحال يموت تقدر تيكون عندك تي ريسك ولكن داكشي خاصك واحد الكود هادي ولا هادي خاصك الكود باش نقول لك داك الا بي سي مهم ستين هادي ومن هادي في الطبيعه شتو في الطبيعه شت العلاقه ديال الطير مع الدواء شت الوقيته باش تيكون جوج الوقيته باش تيكونوش بجوج الوقيته باش تيكون الفروقه وكل وقيته وقيته داكوغ دونك وحتى في لا كومبليمون في الكومبورتمون زيد كمل لا ميور بيريود اللي تقدر تقول للانسان ها انت تجوج بالنسبه للاكسبيريونس ديالك عندك دوز انغريديون مهمين لا تومبيراتور لا لونيير الا كان الطير واجد خارج البداله وناضي ما حد النهار تيكبر ما حد هو تيوجد تيقول راه قرب الربيع قرب الصيف تيوجد داكوغ يسو في تيخرج من البداله يسو في البوطي مزيان وما حد هو تي لا تومبيراتور تتسخن الجو تي والنهار تيطول هو تيوجد دونك هاد لي زانغريديون مهمين داكوغ اللي بغى يخدم غير في الدار ويدير لا لوميير ويطول ويدير المينيتري يقدر يخدم واخا وعلاش مخلي انت الذكوره مع انت وهم جالسين لا دابا انتو باقي ما كملتش الربيضه ديال البيضه الاولى ها هي عزلناها عليها نشوف البيضه الاولى جبنا لها البيض علاش دابا علاش تجمع البيض بحال تجمع البيض باش حتى يخرج لك اون سول فوا ان شاء الله تقدر تنوض بيضي خمسة البيضات اونتر البيضة الأولى والبيضة الخامسة غتبقى قاعدة حيت هي في القفص ماشي في الخلاف لا خاصها تطير لا خاصها تبقى قاعدة فوق منهم ولكن خليها لها الطبيعة عندها هي واحد الفطرة
لا ولكن احنا دابا عطانا الله لو سافوار ليكسبيريونس بريم الطبيعه في الفطره تبغي تمشي تقلب على بغيتها وترجع تتحس الحبسه البيضاء اللي تعاود البيضاء اخرى تمشي تسالي البيضاء ديالها حتى تقعد عليهم دقه واحده الطبيعه ولكن في القفز مع القفز الصغير وكذا ما فيهش ما عندها ما يدير ما عندها ما تبقى قاعده تنوض تبقى قاعده دور تقدر بين البيضه الاولى والبيضه الخامسه خمس ايام يعني الطير اللي غيتزاد اليوم الاخر مورا بخمس ايام ولا فاتت خلال ست ايام راه غادي يبجغوا داكوغ غادي يولي كبر منه ب 50 طيره كبر منه 50 راه قريب مقرين عطيه طيره 11 يوم بصح كيفاش؟ مقرين عطيه طيره 11 يوم 11 يوم قدر ينزل على البناية وفي الكرية الميستو الكرية التمسة تاعها ما يمشيش ولكن تقدر حيت ما حد تروح 13 يوم يطير لك الطير تقدر تعزلو الكرية فهمتي حتى هو اللي طار يعني خرج من العش ماشي كيما كاينش ما كاينش مشكلة انك كتخلي الذكورة مع انت وانت ما حد ما حد انت باقي ما كاينش خليها حتى تسالي البيض ديالها ها هي وهادي حتى هي باقا حتى هي باقي يلاه هذيك يلاه تاهي بيضه بيضه وحده باش عرفتي بيضه وحده قلبتها بيضه وحده داك هو غادي اللي غادي تهز داك البيض بيدك غتبقى واحد المصنه في البيض لا لا غادي غتنفض تهز البيضه وتدير واحد البيضه ارتيفيسيال الى غونبلاس بواحد البيضه ارتيفيسيال داكو باش هي تبقى ديما شاده في ديك السيكل فهمت تسالي حتى البيضه تتحسب معاها تسالي حتى تخرج توجد لها الماكله ديالها شويه الخس شويه البيض شويه البطاطي تكون مولفه تكون مولفه اريد ما غيجي ماشي تدود عاد تعطي لها هذا هو اللي عندك دابا لا هذا بارتي هذه المساته هذه المساته ولا سته الكريات يمكن واحده اخرى ليه وشي واحده اخرى ديال المساته دابا تبارك الله كلهم بيضين كيما نشوفوا هذه هي هاي راه في الخدمه يمكن هذه هذه هي راه ديك الاكسبيرونس ديالها هذه هذه الاكسبيرونس ما غاديش تجي بير اكسبيرونس هادي اجي تشوف بسم الله ما شاء الله انت هذا سخف لا سخف تبارك الله لا سخف شنو لك عادي؟ اييه اييه هذه مساته ديال القامات شوف ماشي ديال المقنين اه شوف شي مقنين بقامات شوف لا اه نتوات الكنار اها مع قامات شوف انت واش كان اسمح لي انا نفسر لك هذه عاوتاني اكسبيريونس اخرى اول مره غادي نديرها دابا الطير تلقاها ما تشوف كان واجد وانتوا كانت واجده نواجه مع العش وتلقنا معاه ما خدمش خايف خايف قلتنا بلا وزيت ليه من زدت ليه شويه ديال السبيرم ديالو السبيرم درتو مع نتو وخرج لي البيض خرجت واحد كيتي عليها يعني في التيب ديالها خرجت لي البيض عام دونك سي لا بروميير اكسبيريونس نديرها هذه ارتيفيسيال دابا هذه ارتيفيس ان فيترو وموجودين دابا لا سيمين اه سيميناسيون تهز لو سبيرم عند الطير ها هو كان عامر عامر قلنا لها انت هي بيضة خرجت جوج بيضات سبحان الله يعني هي كان فيها البيض هي كان فيها العنقود موجود العنقود موجود دونك فيكوندها جو فيكوندها وتوكل فيها ترونكيل ملي هزيتو لو سبيرم ما ماتش لا لا جيت في البلاصه حنا في البلاصه بحال انت واش تيكون الناس يديروا هذاك بوكو دو بروبرتي حنا درنا غير سبونطاني صا مارشي تاع الله يسخر الله يسخر الله يسخر ومن الاخرى بيضا حنا غادي نهضر كاين شي حاجه اخرى كاين تفضل اه بسم الله هذا بارتي ياك بصحه سيدي الله يسخر لك مرحبا عليك تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله غادي ندخل حتى واحد غيرك انت هنا تبارك الله واخا واخا فيلمي لا بيان سور بيان سور تبارك الله ما شاء الله قلت لك هنا ليكسبيريونس مقنين اييه مقنين هاد دي كوبل كو جي بريباري كان عندي ديجا شي شيشات العام اللي فات دابا غادي خدامين مع هاد الشيشات ان شاء الله غنسخر فيهم دابا المقرين باقي ما وجدش مزيان يعني خاص لا جورني طوال وانا ما غاديرش لها الضو اللي تاع ناتورال باش نمشي مع الطبيعه لان عندي بوكو دو لوميير انا نمشي لها شي شي دونك انت كيشتي هنا دي كوبل كو جافي بريباري هذا كوبل مع دوا القماش غادي دابا نفسر لك هاد الاكزارسيس ديالو قول قول انا معاه حد احسن ميستو كيف هو ميستو ديال ذكرت المقرين عنده هاد القامات وسخات من المزاد ما سخاتش ليه هي علاش ضربه هاد العام عندنا اكسبيريونس من هاد الجتاو ديال القامات سير انت انا شتي تبارك الله تقرب انا شي شويه هاد ربح الله ما شاء الله غادي جمعت العش ديال المقرين اييه تبارك الله ما يسخات هادي تما غادي تجمع شي شويه غادي يبان لك شي شويه اييه تبارك الله دونك الاخرين راه مازال دونك لي كوبل غنحاولوا نوجدوه انا انفاميل مع بعض عندي هذه الكريه خويا بغيت ندير فيها انفاميل هذه تاعي هذيك دوا القامات جوج سبيغ تنجح شكي لعب بزاف القامات لا حتى هاد ليكسبيريونس ما تي زعما مع شي اصدقاء مالي ولا شي اللي داروا الميسو تاع القامات شو قال لك مش القامات شو ديال لا فيميل القامات مع ذكر المقرين ماشي لو مال القامات شو لا فيميل القامات شو مع ذكر المقرين شحال تخدم عليه ديال لو مال القامات شو درتها الحمد لله سون بروبليم مازال لو مال عندي راه داخل البداله فهمت فيها بزاف العام اللي فات مازال نوريك المسافه ديالها حد كيقولوا المسافه ديالها زعما
وشحال تخدم على هاد المقنين عامين مع اللي فات عندي تبيضات ليا في الارض وما دارت والو دابيرهم وصبرت معاهم عاد تاني بداله وكذا نشوفوا هاد العام ان شاء الله راه سخر هاد لابريباراسيون ديال المقنين دابا تخدمي اللي هنايا غتكون صعيبه شويه على ديال المساتن لا المقنين تي واحد المقنين لوريجين ديالو هي اللي انديجين ماشي بحال هكا راه ولد الدار زيود ولاد اجد هما دابا خاصك تخدم دي جينيراسيون خاصك تدير اكسبيريونس وبيان سور واخا انك تشوف السلاك اللي تقدر تخدم جوج غريه ولا ثلاثه واخا من لا ريوسيت ماشي كلها سور تقدر تحس حيت لا فيميل سي ال كي شوازي لو ماتش لا فيميل سي ال كي شوازي لو ماتش يعني دابا انت دابا انت كتجي كتحط دو مار ولا طوا مار وكتحط قدامهم انت بزاف دابا هاد الاكسبيرونس كتبها بطريقه ولا بطريقه اخرى نقول لك دير عندك نتاوي حنت يضرب طير كريم كتجاوب واحد تبان لي تجاوب عارف راه قريبه تقرب لك تبان لك بين الكومبورتمون ديالها ايرشونج كونتيني اون فاس دو سومار لا وكي قلتي لي انا واش دا نتوا بحال هيك قلتي لي انا واش دا نتوا واش ذكر راك بخير وعلى خير بق بق دابا هما ممكن نمشي وجد شي ولكن هي خاصها دابور ادوا واخا واجده لا هي الوجود ديالها تقدر تكون واجده وما دير والو باسكو ما عندهاش لو مال اللي بغات هي وحنا مال واجد انت ما بغيتش هذاك لو مال داكور بغيتي تشوازي تشوازي سون وشتي هاد الحال هادشي شفنا الحقيقة ماشي أنا كان عندي مثلا كوبل نتوا طلعت معاها أمال كوجو شوازي وجا معاها العش وكلشي تبقى تسنى تبيض ما تبيضش وانت وأنا دايز الطير في يدي ليه هضر شفتو ليه تاتي دونك أوتوماتيك بغات هذاك حيدها تلقينا هذاك يوم ولا ثلاث أيام بيضات سبحان الله العظيم حيت هي سائلة هي دابا عندها خاصها هذا كاين علاش انت كتقول لها شو هذا لي غومارك ولا ولا بوكو دو اتونسيون بوكو دو اتونسيون لا فورس دو اوبسيرفاسيون اوبسيرفاسيون تبقى راه بالبال واش باغي ما باغيش واش مخاسمين واش كذا ولا كاين عندي انا بقيت نتبدل هذا باش ندير بحال الطبيعه تطلقهم في كريه كبيره مثلا تروا كور ثلاثه الكور تاع التاوي ولا تحكم كريه كبيره وتدير دوك الوقفات صغيرين واحد الوقيته كيبداو تجي تلقى وقفه تلقى وقفه وقفه فيها كرون جوا يديروا يبان في يدو يسخوا في يدو يدو بعضي واتم تبيع عم بغير تتعزلوا ويديروا بيضان وتتعزلوا تقدر تقاد لي كوب ديالك داكو تقدر تقاد لي كوب ديالك دابا انا بحال دابا عندنا حنا ما تنجدها انا نشوف نقرا لها كل مره روح لا اكسبيرينس راهي هما كتعطي سميتو الفيتامينات والمسائل واحد الوقيته لي فيتامين هو بحال ان سبورتيف ما يمشيش حتى يبغي يلعب كومبيتيسيون حتى تشارجي ما يمكنش باش انت بغي الكومبيتيسيون هذا هو غادي يدير ليزابدومين باش يحيد لك خاصك من الاول تخدم معاهم دي دوزار بشويه بشويه بحال دابا لي فيتامين لي ملتي فيتامين لو كالسيوم بحال هذا كله باش يخدم فيرتيفيت بور الهياج هذا باش ماشي بالدار باش تخدم حتى تعطيهم فيرتيفيت خاصك تعطيهم يسخنوا يدخلوا لك البلاده داكو دي بيتي زيرو اللي فو يفو ايفيتي انت خاصك حتى الشونجمون بروس ديال الماكله ما مزيانش لهم لا الكبده لا الزباله لا تمشي معاهم بشويه يكون جوج راه بيتي دوزار دونك هنايا انت En pleine préparation. En pleine préparation, en pleine expérience d'accouplement. C'est quand même, ça reste comme difficile. Fait, fait, la pratique. C'est la pratique. C'est la pratique. C'est la pratique. وخرجت ديال المقنع في الدار تبارك الله وكتعب بسرعه وداكشي تبارك الله هي لا غيوسيت في المقنع 99% كاينه في لافيميل لا كانت لافيميل ابخيفوازي ظريفه وحنينه وما تخافش منك وداس راه معاك خدم حدا يعني دابا كتقول لي النتاوي ديال المقنين خاصك تصاوم عليك حتى الاول انا كنت نقد النتاوات اللي خدموا لي في الاكسبيريونس تنديهم نحطهم فوق اللي عندي خمس شهور شهر واحد وحده وجهي كتولي لا تلقى بحال هذا باش تدخل عنده وغير خاصك ما ديرونجيش دابا وقيلا انا خاف دابا ديرونجي ولكن دابا صافا راه خافوني انا معاك دابا صافا هذاك الشيء اللي دخلتي له كل شيء غير سبحان الله شويه بشويه مخرتي تقدر تكون قاعده وتنوض وتخرج بدون ها هو خصوصي المقرين ما شاء الله وليتي اوبليجي ندخل الله يسخر لك الله يسخر لك مزيان شوف هذاك اللي يصلح شو دابا عندها هذا غدوه تلقى لنا شو هذا شتي هو راه هنا في الدول الاخرى هذا يعني قال لك فهمني انا فهمته هذا الفرع تاع الجواب شا انا رديت له البال واخا ما ذكرها لا هذاك ذكر لا سيتي ليكسبيريونس انا شفتها تجاوب معاه ولكن ما بان لي حتى شي رياكسيون من يدخلوا بجوج ولكن الاخرى انت شفتي بعثت لك عليها نحاول نعطي
ها عاوتاني شونجمون واحد ولا بدا بحال دابا الحمد لله هذه جمعات فراغ غير غادي نحاول ان شاء الله وما تيسير الله دونك الا خدمنا غير عشيه شي واحد حنا راه باركين راه هوايات بوليس الانسان تيدير تيدير المقرن باش بوغ بريزيرفي المقرن في البروغرام ما خلاو فيها والو حنا عشنا كانت غير حدانا موجوده دابا ما بقيتش تشوفها كاع دابا باقي خاصك تمشي لها شحال باش تلقاها راه مزيانه هاد الفكره الا ولات عندك السوش ديالك ولات عندك الفاز ديالك احسن ما تمشي للطبيعه وتجي ان شاء الله هذا هو الاوبجيكتيف الا كانوا شي جمعيات بغاو يخدموا غنخدموا عليها شي ان غون سونس دو بارتاج دو ريسبونسابيلتي باش يديروا الالفاج بالطريقه اللي حنا مازال عندنا غون موك ديال الالفاج واخا خويا سفيان شكرا شكرا لك بزاف على هذا نمشيو نهضوا شويه في الهيئه عاوتاني خويا سفيان وي سيدي نكملوا معك مرحبا اذا قبيله دويتي على الجمعيات ما هو الدور ديال الجمعية في نظرك بالنسبة للولاعة؟ الجمعية دابوغ الجمعية خاص يكون عندها ان اوبجيكتيف انا الرأي ديالي الجمعية عندها اوبجيكتيف عندها واحد البروغرام ديال الخدمة ديالها نعم انا كل لوبجيكتيف ديالو الجمعية اللي تخدم على الكلام لازم تخدم على تربية الطيور لازم تخدم على ليرفاج المقنين يكون لوبجيكتيف يكون هو هو لو بوان كومان ولا لوريونتاسيون استراتيجيك ديال تو الموند ماشي انا غادي اسمح لي نخطف التليفون ماشي انا مثلا غادي الجمعيه تكون كونسونطري على الكوبيا ولا مالاغا ولا مو جو بريفير ولا غير يكون الجمعيات فيهم تاهما شويه ديال يديروا ليرفاج يديروا لو بارتاج يديروا حتى يفو فورمي لي جون لا نوفيل جينيراسيون انا هذا هو الراي ديالي هذا وخاص حتى الجمعيه يكون فيها ان سيغتان نيفو ديال لي مومبر ديال الجمعيه يكونوا في لو ميم نيفو بليز او موان باش يقدروا يبارطاجيو بيناتهم ويعلموا الناس وما يدخل معاهم الجمعيه غير دي جون اللي يكون دو ميم نيفو باش ما يكونش عاوتاني فرق كبير بين واحد تيشراق وواحد تيغراق وداك الشيء يكون دونك لا خاص البارطاج خاص الناس اللي يخدموها باش تافونسي دونك الدور ديال الجمعيه مهم بيان سور مهم بيان سور مهم دابا الحمد لله دوزنا معك كاع المراحل ديالك ما هو يعني شنو هي النصيحه الولائيه اللي تقدر تخلي في اخر الفيديو بالنسبه للمولع الجداد ولا القدام ولا اللي يعني المخضرمين ولا الصغار كل يريسبكتي الولاعه الاخر انت اللي تي مولع بالخلويه مولع بمالاغا مولع بيروش مولع بمقرين فو ريسبكتي كيبقى مولوع هذاك بوكو دو كريتيك ودو بوان نيجاتيف حتى زين ما خطاتو الاولى فو با فوا غير نص الكاس الخاوي فوا غوسي نص الكاس العامر الناس راه ماشي كلهم نيجاتيف هادي جون بوزيتيف كاين اللي باغي يبارطاجي باغي غير يقعد باغي يتعلم باغي افونسي الا كنا اون في اون غيستو لو طون سوغ لا كريتيك وشي تو لي شوز فون با ايفولوي هذا من جهه اخرى تنطلب من الملاع يديروا لي الفاج المقنين ديالهم يترافيو يديروا ان كرون ترافي ديال الفاج واخا غير كريا واخا داك اللي غادي هاد العام مثلا غادي باغي يحفظ يخدم العام كامل على واحد الانتيوات المقنين طويله المقنين باش يدير كريا في الدار يخرج عشيج ديالو في الدار اللي غادي يحفظ كريا ما يديرش 10 كريا بوغ بريزيرفي لا ناتور مثلا حنا مولوعين عندنا الجمعيه كلها فينا غيخدم كريا لا تيكونوا دوك الانتيوات العش وكذا باسكو سو بلو فاسيل يخدم معاهم الانسان كريا ما فيها حتى شي حاجه يحاول يخدم عشيج راه هذاك هو الافضل بوغ بريزيرفي لا ناتور وبريزيرفي المقنين اللي انا المقنين اللي اون فوا ديسباريسيون ديجا سكيزون في دابا كانوا تيصدروها تيحيدها ماشي بحال هذا حافظ عندك حافظ عندي انا فيه شويه لعيبه وكتغفلنا صاحبي كتغفلك شادت شويه دويدانيه هذا حافظ البيرو عندي بالضبط عندي شوف عندي الفراخ في البيرو عندي الفراخ في الدار الفوق عندي الفراخ في الدار التحت الفراخ عند الوالد عندي الفراخ عند الوالد الفراخ عند خويا مهدي عندي الفراخ عند خويا مهدي اللي باس لو بونجور لان مولوع تبارك الله عليه ممتاز مزيان سيدي تبارك الله عليك وشكرا عطيتينا هذا القيد تخدينا هذيك هاد الساعتين ديالك نتمنى نكونوا لا داكشي باش نتمنى معاك شي شويه لا بالعكس والله الا داكشي زوين وان شاء الله غادي تعرفوا عليك ناس اخرين لان كما قلتي نتايا ديما ديغيغ كما كيقولوا اون اغيغ بلون اون اغيغ بلون لا لا اون اغيغ بلون ديال الولاد لا قعدنا مع الاصدقاء وضحكنا وصرفنا تاي ما هو كيعرفوك الناس اللي عندك عندك واحد السيليكسيون كيعرفوك الحمد لله هو سيدي بارك الله فيك شكرا سي بون كوراج عليك الله يسخر لك فهادشي كامل سيدي بارك الله فيك شكرا